أخبار اليوم. أستاذ أشرف عبد الفور بقول الله في فنانة ما ينفع. بقول الله وأنا لله وإنا إليه راجعون، دي سنة الحياة. الفنان يعني الفنان بالفاتي على ربنا حباه بهذه الهبة وهذه الميزة، إنه لما بيختفي من الحياة أو حتى يختفي من حق الفريق زي ما حصل السنوات الأخيرة في حياة السيدة مرفع الدين، لكن هي قدامنا طول الوقت، قدامنا بأعمالها اللي شفناها وتعودنا عليها بجمالها الرقيق الطاهر البريء الرومانسي. قدمت للسينما المصرية كثير من الأفلام المتنوعة، تظل من كلاسيكيات السينما المصرية. كل لما نشوفها حنترحم عليها رحمة، نقولها الرحمة الواسعة قبل ما انتعد، وحتظل تمتع الملايين حتى بعد رحمة.